متر شير يسرى إيمانويل مرد سليم أمامية للامبيرتا ردوا من الشيب العرضية وسط الميدان من طرف عزيز بن عبدي بن عبدي لفائدة ثمانية كوبا دومبيا دومبيا التمرير عادت لخنطلق الشيبي ردا يختار العرضية عبر القيمة الثاني متابعة البديل في هذه الجولة الثانية سننتظر لمساته سليم من الاشياء اليمنى للشيبي الشيبي العرضية عبر القيم الثاني البحث عن راسية ببفر وقت لنتابع ياكوبا دومبيا كيفية اختراق عمق دفاع شبيبة القبائل في تواجد ياكوبا دومبيا موت تقود خط هجوم ازعم في هذه الجولة الثانية كرة بينية أمامية فرصة عبر خط الوسط والعودة لياكوبا دومبيا اعتيق لنهاية المباراة هنا فرصة متابعة من طرف ياكوبا دومبيا كرة مقوسة كالعادة من طرف رضا سليم مرت أمام مجموعة من اللاعبين يسرى يختار العرضية في اتجاه من فتيش ياكوبا دومبيا يبعد وجه رفقة العساكر كرة من الجهة اليسرى غادرت ركلة مرمى لفريق شبيبة القبائل توج بالألقاب رفقة فريق الجيش إلى المراوغة البحث عن التعديل العرضية فرصة لكن برشا المراقبة ياكوبا دومبيا المالي يقلي الوقت الذي سيكون في